بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقاؤنا اليوم سنخصصه إن شاء الله لكيفية تحديد أقطاب مغناطيس دائم، مع العلم أن أقطاب من تسمية مختلفة يتجاذبان ومن نفس التسمية يتنافران في القطب الشمالي مع القطب الشمالي أو القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي يتنافران. أما القطب الشمالي مع القطب الجنوبي فيتجاذبان. الطريقة الأولى نستعمل فيها بوصلة، هذا إذا توفرت لدينا بوصلة، وبتقريب أحد وجهي المغناطيس من شمال البوصلة، ففي حالة التنافر فإن وجه المغناطيس يمثل قطب شمالي، وفي حالة التجاذب يمثل قطب جنوبي. من هنا نستنتج أن هذا القطب للمغناطيس يمثل قطب جنوبي، أما هذا القطب فيمثل قطب شمالي. نعيد التجربة مرة أخرى، فهذا القطب يجذب إليه القطب الجنوبي للبوصلة، فهو يمثل إذن قطب شمالي، أما هذا القطب فيجذب إليه القطب الشمالي، فهو يمثل إذن قطب جنوبي. ولأن هذا القطب يمثل قطب شمالي وهذا القطب يمثل قطب جنوبي، فإنه يمكن تحديد أقطاب هذا المغناطيس. فهذا القطب إذن يمثل قطب شمالي، ولتعليمه نضيف هذه القطعة المعدنية. أما هذا القطب فيمثل قطب جنوبي. وباستعمال نفس العملية يمكن تحديد قطب أي مغناطيس. نتأكد من أقطاب هذا المغناطيس باستعمال البوصلة، فنلاحظ أن هذا القطب هو حقا القطب الجنوبي، وهذا القطب هو القطب الشمالي. الطريقة الثانية تتمثل في غرس إبرة خياطة في قطعة من البوليستيرين على هذا النحو. ثم نمغنط الطرف الحاد للإبرة بواسطة مغناطيس، وهذا بتمرير المغناطيس على طرف الإبرة وفي نفس الاتجاه. وأخيرا نضع الإبرة في كوب مملوء بالماء، فنلاحظ أن رأس الإبرة يتجه نحو القطب الشمالي المغناطيسي، إذن اتجاه رأس الإبرة في نفس اتجاه شمال البوصلة. نقرب المغناطيس من الإبرة، وبما أن هناك تجاذب فنستنتج أن هذا القطب يمثل القطب الجنوبي للمغناطيس. نعيد نفس التجربة بتقريب القطب الثاني للمغناطيس، وبما أن هناك تجاذب بين القطب الجنوبي للإبرة وهذا القطب، فنستنتج أن هذا القطب يمثل القطب الشمالي للمغناطيس. الطريقة الثالثة تتمثل في استعمال وشيعة ملفوفة على نواة حديدية، حيث يتم أولا تحديد أقطاب وجهي الوشيعة، ومن ثم استنتاج أقطاب المغناطيس. ولتحديد أقطاب وجهي الوشيعة نستعمل إما طريقة رجل أمبير، والتي تنص على أن رجل أمبير والذي ينظر إلى مركز الوشيعة ويعبره التيار من قدميه إلى رأسه يرى خطوط الحقل المغناطيسي متجهة نحو يساره. وبالتالي فإن هذا الوجه يمثل قطب شمالي وهذا الوجه يمثل قطب جنوبي. وبعكس التيار في الواشعة وبتطبيق نفس القاعدة، فإن هذا الوجه يمثل وجه شمالي وهذا الوجه يمثل وجه جنوبي.
الطريقة الثانية هي طريقة التيار في الحلقة، فإذا كان التيار في نفس اتجاه عقارب الساعة فإن وجه هذه الحلقة يمثل قطب جنوبي. أما إذا كان التيار في الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة فإن هذا الوجه يمثل قطب شمالي. وباستعمال طريقة رجل أمبير، فإذا ربطنا هذا الطرف للوشعة بالقطب الموجب للتغذية والذي يعبره التيار من قدميه إلى رأسه وينظر إلى مركز الوشعة، يرى خطوط الحقل المغناطيسي متجهة نحو يساره، وبالتالي فإن هذا الوجه يمثل القطب الشمالي للوشعة. والطريقة الثانية، وبما أن التيار يعبر هذه الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة فإن هذا الوجه يمثل القطب الشمالي. وبتوصيل الطرف الثاني بالقطب السالب للتغذية نلاحظ أن هناك تنافر بين هذا القطبين، وبالتالي نستنتج أن هذا القطب قطب جنوبي. نعكس وضعية المغناطيس ثم نوصل الوشعة بمنبع التغذية، فنلاحظ أن هناك تجاذب بين هذين القطبين، وبالتالي فإن هذا القطب يمثل القطب الشمالي. بهذه التجربة الأخيرة نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحصة. أستودعكم الله.